السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا بخير وعلى خير وتكون ان شاء الله اموركم كلها مزيانة. رمضان كريم وعواشر مباركة، الله تدخل عليكم بالصحة والسلامة والرزق وطول العمر وبكل ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. فيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم فيه التقدية ديال العواشر. الفيديو فقط للاستفادة البنات، نسطر لكم مزيان على هاد النقطة هادي. الفيديو ديال اليوم فقط باش نستافدو مع بعضياتنا، سيرتو الأخوات المغتربات جداتات هنايا في إيطاليا. بزاف ديال الحوايج كنشاركهم معكم كيكونوا ما عارفينهمش ولا غافلين عليهم، وكتكون الاستفادة بيناتنا الحمد لله. فغادي نشارك معكم شي شوية ديال التقدية اللي خديت من عند الجزار، شي شوية التقدية اللي خديت من آلدي، من ليدل، من إيبرال. راكم عارفين البنات كل بليصة كناخد منها الحويجة اللي خاصاني. من عند الجزار جبت شوية ديال هكا اللحوم، شوية ديال الكفتة مع شوية ديال الدجاج، شوية ديال اللحم. ما غاديش نشارك معكم بالتفاصيل حيت كان سبق ليا وشحال من مرة في القناة شاركت معكم بحال هكذا التقدية اللي كنجيب من عند الجزار، كيفاش كان هكا نقطع الدجاج، نقسم الكفتة، نقسم اللحم، وكيفاش كننظم كلشي في هكا في الثلاجة في المجمد، وكيبقى ليا مثلا تقريبا واحد المدة ديال 10 ايام 15 يوم. المهم انايا جبت غير شي شوية اللي خاصني. جبت معايا هنايا النافع، هاد الساشي هادي ديال النافع فيها غير 100 غرام. الزنجلان باش كيعجبني هاد الزنجلان هذا عند الجزار حيت منقي ومحمر. هاد الساشي هادي فيها 200 غرام، داير لها تقريبا شي اورو 50 ولا 2 اورو. المهم هذا زوين البنات كنجيبو حيت واجد، شفتو راه مكتوبه عليه سيزامو توستاتو، يعني محمر ومنقي وواجد. جبت جوج ديال الزنجلان. جبت معايا هنايا الشعريه الصينيه، كنت باغيه نجيب داك الباكيه الكبيره ولكن لقيت عنده غير هاد الصغار. جبت جوج حسن من بعد نرجع عنده نزيد منها جوج. وجبت معايا هنايا السميده، باغيه ان شاء الله نصايب شويه المقروط حتى يدخل رمضان ان شاء الله. جبت هنايا السميده اللي موين، هذه تقريبا داير لها 2 اورو، فيها كيلو. هادو هما الحويجات البنات اللي جبت من عند الجزار. غادي نشارك معكم دابا شنو خديت من إيبرال. من إيبرال خديت هاد اللوز هذا اللي منقي، هاد الساشيه ديال البنات فيها 500 غرام تقريبا بشي 5 اورو. اصلا هادشي كله ديال المكسرات في الإيبرال دايرين لي سكونتو، ناقصين منه لا اللوز لا بحال هكا الكاوكا والقرقاع، كلشي ناقصين منه. هذا البنات منقي ما فيه لا قشره لا والو، نحتاجو بحال هكا العقده ديال اللوز للبريوات ولا مثلا البسطيله، مهم ينفع ينفع. ها انتم شفتوا معايا راه منقي 500 غرام، خديت منه جوج. خديت هاد البسكوي ديال الاوريو اللي مهرمش، هذا سبق ليا وشاركته معكم كناخذو حتى من إيبرتوزانو. هادو البنات خديت غير جوج، نبغي بحال هكذا ندير شي تحليه مثلا الفطور ولا السحور ان شاء الله دابا نشاركهم معكم. وخديت هنايا البودين ولا الفلون بنكهات مختلفه، خديت ديال الشوكولا ديال الفاني، خديتو بنكهات مختلفة، نبغي نوجد بيه بحال هكذا التحلية. إن شاء الله دابا نشارك معكم كاع هاد الحويجات اللي مثلا نوجد في رمضان ضروري ما نشاركهم معكم. هادشي اللي خديت من إيبرال، أصلا مشيت عليه ودلوس لأنه دايرين ليه دايرين فيه تخفيض. من آلدي البنات خديت الباستا فيلو ولا العجينة ديال الفيلو، صراحة غير صادفتها حيت مرة فين كيحطوها، الثمن ديالها رخيص، سبق ليا وشاركتها معكم شحال من مرة، أورو 39 وفيها 500 غرام. عكس بلايص خرين البنات راه كناخد غير 400 غرام تقريبا بشي 4 اورو، هادي راه فيها نص كيلو باورو 39. كما قلت لكم انا غير صادفتها، دخلت غير على الله الالدي صادفتها، خديت منها 6 ديال الباكيات نوجد بها بحال هكذا بريوات مالحين بريوات حلوين ان شاء الله معاكم. خديت 6 ديال الباكيات، هادو خديتهم من الدي كما قلت لكم، لقيتهم دايرين لهاد هاد الكروفيت هذا الرويال، لقيتهم دايرين ليه سكونتو 3 اورو لا واقيلا 4 اورو، خديت منه باكيه. وخديت هذا البوزروك حتى هو كانوا دايرين لي اوفيرتا شي 2 اورو، هادو غادي نردهم للمجمد. من عند الجزار خديت هذا الماء ديال الزهر، خديت معايا حتى هذه الباكيه هذه ديال التمر فيها كيلو تقريبا بشي 4 اورو من عند الجزار. وهاد الحويجات كاملين اللي بقاو البنات خديتهم من ليدل. خديت العسل 2 قريعات كل وحده فيها نص كيلو، هادو خديتهم غير باش نخلط بهم سلو.
هادو جوج قريعات. خديت هنايا القشده الطريه اللي عباره عن بودره، بزاف ديال البنات اللي كيسولوني عليها، مع انني سبق لي وشاركتها معكم في شحال من فيديو، راه كيحطوها حتى في اليد المره مره، تقريبا بشي اورو 39 باش خديتها. هاد الماركه هادي راه معروفه، راه سبق لي وشاركتها معكم شحال من مره البنات. هذه هي القشده الطريه اللي عباره عن غبره، من بعد عاد كديروها مع الحليب البارد وكتطلعوها. خديت وحده. هنايا الكاكاو بودره، الكاكاو المر وحيده، هذه تقريبا بشي اورو 50، فيها 250 غرام. خديت هنا الشوكولات الاسود، سبق لي وشاركته معكم، ولاو كيحطوه مؤخرا في ليدل بجوج اورو 500 غرام. شوفان ديما كناخذو من ليدل وديما كنشاركو معكم، والثمن ديالو رخيص تقريبا غير بشي 65 سنتيم. صافي هنا خديت شويه ديال الطون، هذه القرفه مطحونه، كناخد هاد القريعات هادو الصغيورين، متواجده في اي سوبر مارشي كتلقاوها. جافيل ضروري منه في التنظيف، كناخد ديما هذا ديال ليدل، بحال هكا السريبتات ديال الكوزينه، التنظيف ديال الارضيه، الحمام، كلشي ورخيص في الثمن. خديت الماء ديال الماعن، دانون هذا بالفواكه وهذا عادي. وخديت هنا شويه ديال الفروماج، هذا الجبن ديال الفيتا كنديرو مع شلاضه، تقريبا كيدير شي اورو 79. هنايا الجبنه ديال الريكوتا، هنا الجبن بالزيتون، من السم بالزيتون الكحل. وعندي هنايا هاد الزبده، هادي كتعجبني بزاف البنات، هادي ديال ليدل، حيت بحال دايبه هي باش كنورق بها المسمن ولا الملوي. فيها 500 غرام تقريبا بشي اورو 50 الزبده. عندي هنايا الغبره ديال الشوكولاط للدراري، خديت منها جوج. خديت زيت الزيتون، الزيت البلديه خديتها حتى هي من ليدل، كانوا دايرين فيها تخفيض هذا الاسبوع هذا. وخديت هنا الخل ديال التفاح، بزاف منكم اللي كيسولوني عليه، كناخذو ديما من ليدل تقريبا بشي اورو ما واصلاش. خل التفاح كندخلو في التحضير ديال بزاف ديال الوصفات، كنضف به الثلاجه، كنغسل به الدجاج، كتنفعني صراحه هاد القريعه فان سيترو ورخيصه في الثمن. واحد الاخت كتبات لي واش كتوجدي به، واش كتحضري به حتى الشباكيه، كندير منه معلقه في الشباكيه. شنو اخر خديت؟ خديت هنايا البيض، جوج ديال البيض، الزبيب هذا كناخذو ديما من ليدل ما واصلاش اورو. وخديت معايا السكر غير جوج كيلو، حيت باقي عندي السكر، خديت غير جوج كيلو. خديت الكونفليكس، صراحه كينفع بحال هكذا في رمضان في السحور، تكونوا عكزانين ولا ما فيكم ما توجدوا حتى شي حاجه، كندير غير هكا حك ديال دانون مع شويه الكونفليكس، شويه ديال التمر مقطع، شويه ديال الفواكه هكا الجافه، وكيكون سحور اللي صحي وسهل التحضير ديالو. هذه البنات فيها 425 غرام بشي اورو 50، وراه ديجا فيه الداخل بحال هكذا الفريز، الفرومبواز، الطريفات ديال حب الملوك اللي منشفين. وخديت هذه للدراري، هذه بحال الشكل ديال الاوريو مع الحليب ولا مع دانون، هذه من البيل الجديد ديال ليدل، كدير تقريبا شي جوج الاورو. كما قلت لكم هادو السحور كينفعوا الا كنتو بحال هكذا ما موجدين حتى شي حاجه. خديت هنايا الروز كلاصي، هذه ديال جوج كيلو كطلع اقتصاديه تقريبا بشي جوج اورو، ما كيتعجن ما حتى شي حاجه، راه سبق لي وشاركت معكم به شحال من وصفه في القناه. خديت هذا الخبيز، هذا الانتغرالي اللي مقرمش، لي ساشي ديال اتاي، عصير ديال المندرين من بيل جديد ديال ليدل. تقولوا لي ماشي صحي، ولكن راه مره كنضطروا نجيبوا شي حويجات اللي كيكونوا واجدين. هذا من بيل جديد البنات، دايري لي شي اورو 19، كاتبين عليه بانه 100% من المندرين، جبت منه تقريبا شي 8 ولا ما عرفت 12، بحال هكذا الفطور في رمضان ولا هذا الا شدني العكز وما صايبتش شي حاجه اللي طريه. خديت هنايا الجيكس، باغيه نحك شي معنات، هاد البكيه فيها 10 ما واصلاش اورو، فيه ديجا الصابون والحامض وكيخرج الماعن غزالين البنات. صافي وتما خديت غير الكارطه، خديت الكارطه ديال الكوزينه، خديت هاد المعطر هذا ديال الجو ديال جليد، خديت منه جوج كانوا دايرين فيه سكونتو، واحد بالخزامه وهذا يمكن بالفاني. صافي البنات، وبزاف ديال البنات مؤخرا عاوتاني اللي كيسولوني على الدقيق الفورس اللي كنستعمل في الوصفات اللي كنوجد معكم. البنات اللي متبعيني في القناه راه عارفيني، راه ديما كنشارك معكم هذا هو الطحين ولا الدقيق الابيض ولا الطحين الفورس اللي كنخدم به جميع الوصفات اللي كنشارك معكم في القناه، كندير به حتى الخبز
كندير به الكيك الحلويات كلشي البنات كلشي. هذا هو اللي كندير انا، ما عمرني ما بدلته لانه كيصدق ليا به كلشي. كيلو الثمن ديالو رخيص، كيدير تقريبا شي 40 سنتيم. كنجيب منه ستيكه فيها 12 كتدي ليا البنات، كتفوت ليا الشهر وتفوتني. هذا هو اللي كنستعمل، الطحين الابيض اولا الدقيق الفورس هو اللي كنستعمل. صافا البنات، هادو هما الحويجات اللي خديت وقلت علاش لا ما نشاركهمش معاكم. كما قلت لكم الفيديو ديال اليوم فقط للاستفاده، حيت كاينين بزاف ديال الاخوات اللي مغتربات جدادات هنايا في ايطاليا، وبحال فاش كنزل بحال هاد الفيديوهات هادو صراحه كيستافدوا منهم. ويكفيني انني كنسمع ديك الكلمه ديال الله يرحم لك الوالدين نزها، شكرا نزها، هاد الحاجه ما كنتش عارفها ولا كنت كندوز من حداها وما كنردش ليها البال. يكفيني هادوك الدعوات الزوينين ديالكم، شكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم. هنا غادي نحبس معكم الفيديو ديال هاد النهار، ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، تعليقاتكم اللي كتخليو ليا دائما واللي كتزيد تدعمني. وغادي نقول لكم بالسلام عليكم، عواشر مباركه، رمضان كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وبكل ما تمنيتو ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديوهات الجايين، بالسلام عليكم.